نحن بلد ديمقراطي، ما أعتقد عندكم الديمقراطية الموجودة بأمريكا. الأكثرية تقرر، عندما الحزبين يقرران بأنه استاذ جابريل، رأينا بعيوننا الشباب الأمريكان، الطلبة الجامعين الأمريكان يسحلون بالشوارع. استاذ جابريل، استاذ جابريل، استاذ جابريل، العالم كله رأى الشباب الأمريكيين يسحبون ويعتقلون ويطردون من الجامعات. العالم كله رأى الشباب الأمريكيين الذين يعترضون على السياسة الأمريكية يطردون من الجامعات ويعتقلون من الشرطة ويهانون في الشوارع بأبشع الأساليب الدكتاتورية. هاي ديمقراطية. استاذ جابريل تفضل، أريد أروح للأستاذ. هولي اللي عم تحكي عنهم هولي مخربين. ها مخربين. هولي جماعة اجوا من 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 دول الشرق الأوسط للدراسة. طلاب جامعات أمريكية استاذ جابريل. أبوه صرف عليه 70-80 ألف دولار مشان يجي يدرس، عم بيجوا يحرقوا العالم الأمريكي بالجامعة. هل ترضى أنت بعدك يحرق العالم الأردني أو العالم اللبناني؟ لا، لو مشاركين بتظاهرة من دعم المثلية تعاملوا وياهم بهالطريقة؟ لو مشاركين بتظاهرة لدعم إسرائيل تعاملوا بها بهالطريقة؟ القصة قصة إسرائيل، لا قصة هذا ولا قصة ذاك. يا دكتور جابريال، هسه هي مو واضحة، يعني مو عندكم آلاف الناس اللي يطلعون تظاهرات في قضايا أخرى، ما تتعاملون وياهم ولا تعتقلوهم ولا تسحبوهم ولا تسموهم مخربين.